ما أننا دائما نقول رب ضارة نافعة، نقدر نقول أن هذه المقولة تنطبق نوعا ما على المقبلين على الزواج عشان يتخلصون من كل تكاليف الحفلة أو حفلات الزفاف بشكل عام اللي دائما أو عادة ما تكون عالية جدا، ويبدون حياتهم الزوجية الجديدة من دون أي ديون وفواتير طبعا أو أي التزامات مالية. خلونا نشوف هذا التقرير مشاهدينا وأكيد راجعين. الزواج هي المناسبة الأهم في حياة الشريكين، ليلة العمر كما يقال لها، يشاركهم الفرحة العائلة والأصدقاء، ترتيبات واستعدادات ضخمة، أعداد كبيرة من المدعوين، إطلالات مختلفة للعروسة، وإكسسوارات باهظة تزين مظهرها، كل هذا اختفى وقد يصبح من الذكرى. جائحة كورونا غيرت ملامح الحياة والعادات الاجتماعية السابقة لنا، لم تعد قاعات الزفاف الضخمة متواجدة، بل باتت المنازل أماكن الفرح. أصبحت الزواجات مقتصرة على العائلة فقط، أما الضيوف تحولوا إلى افتراضيين، لم يعد مظهر العروس كما كان هو متعارف عليه، بل بات القفاز يحل محل الإسوار والكمامة بديلا للمكياج. مفهوم الضيافة اختلف من العصائر والحلويات إلى كمامات ومعقمات. هل تسببت جائحة كورونا اليوم من تخفيف ثقل وأعباء الزواج على المقبلين عليه؟ وهل أصبح وقت الأزمة هو الوقت الأنسب للزواج هربا من التكاليف؟ ما اعرف، ما ادري عبير، يعني التقرير صراحه يحزن ويفرح بنفس الوقت، لكن خلينا بعدين نعلق على هذا التقرير. لكن الان نبغى ناخذ من جده اكيد معانا المتخصص في علم الجريمه والمشكلات الاسريه الدكتور عبد العزيز الحسن. حياك الله دكتور. يا هلا وسهلا، حياكم الله ونمسي عليكم وعلى الأخوة المشاهدين. مساك الله بالنور. بداية دكتور خلينا نتكلم عن حفلات الزواج بحد ذاتها، كيف كانت قبل كورونا؟ وهل فعلا كورونا لما جاء ونقدر نقول رب ضارة نافعة، ممكن أنها تكون يعني أثرت إيجابيا في تقليل التكاليف على بعض المتزوجين؟ أولا حفلات الزواج أو هذه الرابطة القوية، الميثاق الغليظ ما بين الرجل والمرأة، وهذا التشريع الرائع الجميل الذي حث عليه الإسلام وحثت عليه التشريعات بهذا الارتباط الرائع بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة برابط الزوجية التشريعي، نقول أن الأمر لم يختلف كثيرا في الهدف من هذا الارتباط وهذا الزواج، إنما ربما اختلف في الكيفية التي تنفذ بها آليات المناسبات. وقبل نقول يعني أما قبل الجائحة فكانت الارتباطات ما بين الزوجين هي وفق الشريعة الإسلامية، وفق الارتباط المعروف في العادات والتقاليد في أغلب المجتمعات. الذي تغير في أما قبل الجائحة هو ما يقام من تلك التكاليف فيما يتعلق بالمناسبات، بحفلة ليلة الزفاف، بعقد القران، بالهدايا، بالقاعة، بغيرها بغيرها. ولو حسبناها نقول لو حسبنا وجعلنا الانطلاقات في أما قبل وأما بعد ونتائج أما قبل، فأما قبل فلو حسبناها كحسبة مالية كذا بسيطة نقول أن المهر لو حسبناه يعني بالأرقام حتى نشوف إيش التغيير اللي صار ما قبل الجائحة وما بعد الجائحة. لو قلنا مثلا المهر 50,000، احسبوا معي والأخوة المشاهدين، 50,000 للمهر و50,000 للقاعة و50,000 ما بين جار الشقة والأثاث، هذه ستبقى أما بعد لكنها هي مدفوعة في أما قبل، وأيضا ما سيدخل في ذلك من تكاليف تزيين القاعة و أجور من سيحيون الحفلة وأجور الأكل والشرب وغيرها، يعني تقريبا نقول إحنا هذه 200,000. ال200,000 هذه التي تجمعت من سيقوم بدفعها؟ أغلب الشباب في مرحلة الحياة الأولية ما يملك هذا المبلغ دفعة واحدة إلا إذا كان استمر فترة طويلة في التجميع. إذا
يحتاج إلى الاقتراض، الاستدانة من أشخاص أعرفهم أو من زملائه أو أنه يطلبها من البنوك. كل ما سيقوم بجمعه الآن سوف يستفيد في أما بعد فيبقى له عش الزوجية والأثاث فقط، أما ما قبل 150 ألف هذه ستذهب ويبقى في سدادها إلى 5 أو 10 سنوات في الأمام. كويس اذا 150 الف يا دكتور، هذا الامر في سداد توصل ملايين، يعني احنا نشوف ملايين تروح على ورد طبيعي ينحط في زواج قيمته 3 مليون 4 مليون واخر شيء بيموت. يعني المبالغه والبذخ هذا من اول هو غير محبذ للامانه من قبل كورونا. يعني فلو جت الجائحه الان يمكن خففت هذا الموضوع. انت كنت بتحكي عن ما قبل، طب ما هي ايجابيات ان يكون الزواج بين العائلتين ومحدود جدا؟ تكلمنا عن إيجابيات ما بعد هذه الأزمة. أما بعد ارتباطا بأما قبل، فهذه الجائحة لم تغير شيئا في عقد الزوجية ولا في الارتباط ولا في أركان الزواج، إنما غيرت في التكاليف. هذه التكاليف التي كانت في أما قبل الآن سيتم توفيرها في أثناء الجائحة بهذا الارتباط. نعم. المجتمعات العربية والمجتمعات الخليجية لديها قواعد هامة وأمور هامة لابد أن ينظروا لها بعين البصير. أولا فيما يسمى بنظرية التجانس، هنالك تجانس عجيب بين الذكر والأنثى في المجتمعات العربية والإسلامية والخليجية. كل هذه المجتمعات هذا التجانس في الدين، في العادات، في التقاليد، إذن لا يوجد اختلافات إذا أخذناها من باب نظرية التجانس. وإذا أخذناها من باب نظرية التجاور المكاني، فأغلب من يقومون بالزواج يكون هنالك تعارف مثلا إما عن طريق وظيفة أو قرابة أو جيرة أو في نفس الحي أو في نفس المكان. وإذا أخذناها أيضا من النظرية الأيكولوجية اللي هي تتعلق بالبيئة، نقول أن البيئة التي يعيش فيها أغلب هؤلاء الذكور والإناث الأزواج والزوجات هي بيئة تجمعهم بنفس العادات والتقاليد والقيم والأخلاق. إذن ما العائق؟ يبقى العائق المالي هو العائق الذي يمنع الوصول إلى مرحلة الارتباط الزواجي. ونعود بذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول يا معشر الشباب، معشر الشباب يشمل الذكور والإناث، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني المصاريف يدفع المصاريف، فإنه عفو للبصر وأحسن للفرج. إذن هذا الأمر، العائق من الزواج هو عملية المال. ما دام الأمور الأخرى، التجانس موجود، التجانس موجود، والتجاور والتقارب موجود، والبيئة موجودة، والعادات والتقاليد والأخلاق والتوافق كلها موجودة، إذن يبقى العائق الوحيد هو المال. وله شيء يسوى دكتور، ما الذي سيجني؟ صحيح. والسؤال الآن للأسرتين، الأسرة الزوج والزوج، ما الذي سيجنيها الزوجين من كل هذه المصاريف بعد الزواج؟ والله سيجنون عملية الاقتصار في المصاريف، الديون، يعني حتى اقتصار على التكاليف، على الكماليات، على أشياء كثيرة مما يسبب يعني عباء مالية على الزوج. ممكن يكون حتى فيها قروض وسداد، ممكن يكون راتبه مثلا 5000 6000 10000 ريال، ما يستطيع أن يفي بحق الأجار والمتطلبات والزوجية. والزوجة في بداية حياتها لابد أن يكون هنالك يعني في نوع من الأريحية والبساطة والتعامل والهدايا وغيرها. صحيح. لكن طب إذا كان هذا الزوج فقد كل ما يملك قبل، مشكلة فيما بعد. صح 100%. طب نتكلم الحين دكتور على الآن الوضع الحالي، يعني احنا شفنا كثير ناس فعليا تزوجوا، ألغيت شخصية، أعرف ناس ألغيوا زواجاتهم اللي بمئات الألوف وحطوها في البيت، عشاء الأم الأب الأخوان. صح. وشكرا، تفضل عروستك والله يستر عليكم. قاعدة تصير وقاعدين نشوفها كل يوم، يعني ما هو معقول بنلغي الزواج أو خلاص إحنا حددنا يوم بنلغيه عشان كورونا. ما هي مشكلة أصلاً في المستقبل هذا التفكير السليم عبير، لكن في المستقبل دكتور هل تعتقد أن المجتمع بيصير عنده وعي كافي أنه حتى لو بإذن الله بتروح كورونا عاجلا أم آجلا بيصير عندهم وعي أنه المصاريف اللي ما لها داعي هذه إحنا ما نحتاجها، ممكن نسوي زواج في البيت ويختصرونها وتصير عائلية حتى لو في مقدرة مالية؟ هو الأمر يتعلق بالقناعات الموجودة لدى كثير من الناس. لا أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي ولا الإعلام ولا المختصين أنهم أهملوا هذا الجانب، بل كانت التوصيات دائما
بعملية الاختصار على المهور وعدم المبالغة فيها والاقتصار في عمليات ما يتم من التبذير في ليلة حفلة الزفاف، نعم، من استئجار قاعات كبيرة جدا وفخمة ويعني إحضار بعض الفرق الفنية التي تكلف مبالغ كبيرة. كل هذا الأمر باستمرار حتى أنه يعني لو نعود إلى سالف العصر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن كان يتم الزواج بأمور بسيطة، لكن كثير من الناس تبالغ لحتى يقال هذا الأمر، صح، يقال للعائلة لكن سينتهي هذا الأمر في فترة بسيطة. يعني يقولون والله كانت ليلة الزفاف جدا رائعة وفي قاعة الفلانية وحضر 5000 6000 10000 يعني من المدعوين وكانت، صح، القاعة كبيرة جدا ويعني حتى أن يبالغ فيها، ثم تنتهي بعد يومين 3 4 5 أيام لن يبقى في هذه المشكلة إلا الزوجين، وستصبح مثل الذكرى، مثل يعني ذكرى الاحتفال بالنجاح أو ذكرى الاحتفال مثلا بتخرج أو ذكرى الحصول على شيء معين، لكنها ستنتهي بعد فترة. لن يبقى في هذه المشكلة إلا الزوجين الذين سيعانون فترة طويلة. لعلني يعني أشير إلى جزئية بسيطة في هذا الأمر. تفضل. نعم. العادات والتقاليد لا تتعارض مع عملية الفرح وعملية التوسع في هذا الفرح، ويعني إضفاء بعض نوع من المراح والهدايا، صحيح، وغيرها، ولكن، صحيح، عملية التوسع والتبذير حتى يقال لن نستفيد، لن نجني منها شيئا أبدا. نعم. ستكون نجني منها ناحية سلبية على الزوجين، لكن على الأسرتين ستنتهي. والله بخصوص هذا الشأن دكتور عبد العزيز، يعني في كثير من الفتيات رفضوا فكرة الزواج تماما عشان أنه أحبابنا وأصدقائنا وأهلنا ما راح يكونوا موجودين، وكمان العكس في ناس انبسطوا بهذه الفكرة، بالعكس خلينا نسوي ويكون الفرح أو العرس يعني بسيط على قدنا إحنا وأهلنا. ولكن إيش ممكن توجه كلمة أو نصيحة للشباب المقبلين على الزواج في زمن الكورونا؟ ما دام أنها المسألة توجيه بعض الرسائل فالعلني لا أوجهها فقط للشباب، تفضل، للأزواج والزوجات أو الذكور والإناث، لكن نقول لعلنا نوجه 3 رسائل. الرسالة الأولى توجه إلى الوالدين، نعم، إلى أسرة الزوج وأسرة الزوجة، ثقوا تماما أن سعادة هؤلاء الأبناء في الارتباط وما بعد الزواج، كل ما قبل الزواج هذا لن يستفيد منه أحد سوى من سيحضر ويأكل ويشرب ويعني يروح عن نفسه، لكن من سيجني ذلك الفرح وذلك سرورهم الزوجين في عملية يعني سداد المبالغ وأشياء كثيرة ربما تؤثر عليه. نعم. فإذا رسالة للوالدين، ثقوا تماما أنه كل ما كان هنالك ارتباط وتوافق بين الزوجين من خلال التجانس والتجاور وقبول هذا الزوج وقبول هذه المرأة وتوافق والعقد الذي بينهم، فكل الأمور الأخرى لن تقدم ولن تؤخر شيئا. أكيد. هذه الرسالة الأولى للوالدين. الرسالة الثانية للأزواج، للشباب والشابات. نعم. الاتساع والتوسع في عملية يعني الاحتفال والبهرجة وإحضار الفرق التي تحيي الحفلات، نعم، ويعني التوسع في الزينات والتوسع في التكاليف وغيرها لن يجني سلبياتها إلا أنتم الاثنين، صحيح، فيما، صحيح، بعد الزواج سيقوم الزوج بسداد ما عليه من ديون وأنت الزوجة ويحرم الزوجة من المصاريف، نعم، والدلع والبذخ اللي ما يحدث، صحيح، بعد الزواج. يعني نعم، دكتور المبلغ اللي المفترض أنه يعطيك إياه، صح صح، تفضل كمل. المبلغ اللي يعطيك إياه أنت يا الزوجة سيقوم بإعطائه للبنك أو إعطائه الذي استدان منه، فإذا، نعم، هذه المصاريف لن تجنون سلبياتها إلا بعد الزواج. والرسالة، نعم، الثالثة، تفضل، وجهها إلى المؤسسات المجتمعية. أتمنى أن يكون الوعي من خلال الاقتصار على المهور بمبالغ محددة، صح، الاقتصار على حفلات الزواج، عدم التوسع في، نعم، في الأمر، لأنه هذا الأمر سيجعل الأسر تقلد وتتوسع. أكيد. ويقولون لماذا، أكيد، يعني فلان يعمل الحفلة أنا ما أعمل الحفلة. فمؤسسات المجتمع وأهم لها دور أيضا، المؤسسات المجتمعية، نعم، والإعلام أيضا، أنتم من خلال هذه القناة الرائعة لكم دور كبير في عملية التوجيه للأسر في هذا الجانب، وضيفكم الكريم يعني ما شاء الله تبارك الله أضفى يعني شيء جميل على موضوع التوافق، لكن لن يتم ما ذكره من ذلك التوافق وحل المشكلات والاستقرار الأسري
إلا إذا بني الزواج على عملية الارتباط الإنساني الزوجي أكيد. وليس على أكيد. عملية يعني والتكاليف. يمكن دكتور احنا الحين في الفترة الحالية بصراحة نقول التزموا بالتباعد الاجتماعي أفضل من الأفراح ومن الدوشة اللي ممكن صحيح. تجنى بعد هذا العرس اللي ممكن يصير. دكتور عبد العزيز الحسن أنا أشكر تواجدك معنا، يعطيك ألف عافية. مشاهدين نطلع فاصل ومكملين معكم.